graders, اليوم بدنا نحل الهومورك يلي كانت معنا. بعتقد اول سؤال كان عن الرول اوف سمول انتستين، وكان هو واحد من الاسئله الموجوده بالسامبل نمبر 1 ذات ات از. هون السامبل عم يحكي عن الرول اوف سمول انتستين، عن وظيفه السمول انتستين. قايل لي ذا انجستد فود باسز، هاي كلمه انجستد بينت. إذا كلمة ingested هي introduction of food into the digestive system through the mouth. The ingested food passes through our different organs of the digestive tract. Digestive enzymes secreted by digestive glands allow the food transformation into nutrients. كلمة nutrients معناتها the simplest form of food. The concentration of glucose is measured in the blood entering and leaving four different organs of the digestive tract. Following the ingestion of a meal rich of glucose or in glucose, the obtained results are shown in the document 1. عندي document 1 عم بفرجيني the blood entering 4 من اهم الاورجانز يلي بيمرق فيهم الطعام، وبلود ليفينج هدول الاورجانز. يعني هدول هون البلد انترينج عم بيقيس لي كمية الجلوكوز، الكونسنتريشن اوف الجلوكوز بالجرام بير لتر، نفسه عم بيقيس كمان كونسنتريشن اوف الجلوكوز بالبلد ليفينج ذيس اورجانز. طبعا احنا بنعرف انه اي اورجان بفوت عليه الدم بيعطيه نيوتريانت مثل الجلوكوز ان اوردر تو يوتيلايز ات تو ليبريت انرجي او يعمل فيها اسيميليشن. بس هون بدنا نشوف باي اورجان بده يصير عملية الابسوربشن. عشان هيك انا هون ما بيهمني ليه الجلوكوز ليه السكر عم بنقص بالدم اللي طالع، يعني ليه كان انقص. انا بدي اشوف بس وين عم بيزيد الجلوكوز بالدم اللي طالع عشان اعرف وين مين هو الاورجان اوف ابسوربشن، يعني باي اورجان عم بيصير عند الابسوربشن او امتصاص الجلوكوز افتر عملية الدايجشن. إذا بتشوفوا إنه بالبلد entering the organ على طول concentration of glucose 1 gram per liter، أصلاً هي normal concentration of glycemia. الجلايسيميا هي كمية السكر بالدم، على طول بتكون 1 بالnormal case. بنشوف إنه بالإسوفيجس قلت ل0.9، وبالستومك كمان قلت ل0.7، وباللارج انتستين قلت ل0.8. طب ليه عم بتقل؟ أكيد لأنه هدول الأورجانز بحتاجين لجلوكوز لسكر لا توليبريت انرجي، السيلز تبعونهم طلعوا انرجي او يعملوا اسيميليشن يعني فورميشن اوف نيو سبستان. كرمال هيك نبلش باول سؤال عم بيقول شو ذا سمول انتستين از ذا اورجان وير ابسوربشن اوف جلوكوز تيك بليس. كلمه شو ذات او الاكشن فيرب شو ذات معناتها بدي اعمل بارشال اناليسيس، يعني بشوف وين انا بقدر باي بارت من هيدا السؤال او هيدا الجيفن بقدر اعمل اناليسيس لأبرهن اللي هو بده اياه انه السمول انتستين هي الاورجان وير ابسوربشن اوف جلوكوز تيك بليس، يعني هي المكان بصير فيه الامتصاص تبعيت الجلوكوز. بس اذا بتلاحظوا هون انا مضطره اذكر الكل لاوصل له لاعمل الكونكلوجن اللي هو بده اياه انه السمول انتستين هي المكان اللي بصير فيها ابسوربشن للجلوكوز. والا اذا بس انا بدي اقول انه بالسمول انتستين الدم اللي فايت كان 1، كمية الجلوكوز زادت ل 2.6، هذا ما بيعني انه السمول انتستين هي الاورجان اوف ابسوربشن، لازم اقارن باللي قبل وباللي بعد او بالاذر اورجانز. المهم بدي اقول انه بالاسوفيجس كمية الجلوكوز بالدم اللي طالع عم بتقل. نفس الشيء بالاستومك كمان قلت من 1 ل 0.7، نفس الشيء باللارج انتستين قلت من 1 ل 0.8. فبيعني انه هدول الاورجانز عم ياخدوا جلوكوز مش عم يعطوا، اذا كعملية الابسوربشن او امتصاص الجلوكوز ما عم بتصير فيهم. وين الدم عم بطلع من اي اورجان بيكون زايد جلوكوز؟ بالسمول انتستين. بفوت الدم الجلوكوز 1 جرام بير لتر، بيطلع فيه 2.6 جرام بير لتر، اذا هيدا هون عم بيعمل انكريزنج. فاذا على الاكيد السمول انتستين هي الاورجان اوف ابسوربشن اوف جلوكوز. حتى نشوف الجواب بشكل عام لنقرأ، هلا انا كتبته عشان نوفر وقت. بقول انه the concentration of glucose in the blood entering all the mentioned organs recorded 1 gram per liter. It decreases هي قلت بكلن to 0.9 gram per liter, 0.7 و 0.8 بالإسوفيجس وبالإستومك وباللارج انتستين respectively.
But فينا نكتب while أو whereas أو inversely it increases زادت to 2.6 gram per liter only بس بال small intestine. So the small intestine is the organ where absorption of glucose takes place. هلا منشوف شو البارت التانية اللي عم بسأل عنه. بيقول in order to find out one of the features that makes the small intestine a structure well adapted for absorption, the surface areas of the external and the inner walls of the section of the small intestine are measured. طيب results are present in document 2. إذا بتشوفي مفرجين الستركشر للأوتر وول للسمول انتستن وللإنر وول أوف سمول انتستن مفرجين السيرفس أريا لكل واحد فيهم. السؤال الأول عم بيقول compare قارن by referring to the small intestine structure of document 2 الأسبكت. أسبكت يعني شكل أو الأبيرانس المظهر. الأسبكت of external wall and that of the inner wall of the small intestine. طبعا هي الإكسترنال wall smooth ناعم أما الإنر wall فهو بيكون عبارة عن رف يعني خشن بسبب وجود الريدجز الطيات أو الفولدز هدول يلي بيحملوا الفيلاس. فإذا فينا نقول بكل بساطة الجواب هو بقول external wall of the small intestine is smooth يعني ناعم هي ناعم while the internal wall is rough خشن showing many ridges أو folds ببين فيه لأنه كتير من الطيات أو الفولز الموجودين هون. السؤال الثالث عم بيقول compare the surface area of the different structures presented in document 2. القارن بالسيرفس اريا. طبعا بدي اقول انه السيرفس اريا للسمول للاوتر وول اوف ذا سمول انتستين هي 3300 سنتيمتر سكوير. طبعا less than هي اقل من السيرفس اريا اوف ذا انر وول with ridges that recorded 10,000 سنتيمتر سكوير يعني تقريبا 3 تايمز 3 مرات اكثر من السيرفس اريا للاكسترنال وول. اما السيرفس اريا اوف ذا انترنال وول كونتيننج الفيلاي باحتوائه للفيلاي فبيكون السيرفس اريا بصير 100,000 سنتيمتر سكوير يعني تقريبا 10 تايمز 10 اضعاف السيرفس اريا تبعيت الريدجز without villi. يعني السموث سيرفس اريا كانت 3300 سنتيمتر سكوير لما حطينا لها الريدجز زادت السيرفس اريا لل 10,000 سنتيمتر سكوير يعني زادت تقريبا 3 اضعاف 3 تايمز. اما بوجود الفيلاي فزادت لل 100,000 سنتيمتر سكوير فهذا بيعني انه السيرفس اريا عم بتزيد in the with the presence of ridges and with the presence of villi. هات بس نشوف الجواب. اوكي بقول انه surface area of the external wall recorded 3300 سنتيمتر سكوير less than اللي اقل من الانر وول having ridges which equals to 10,000 سنتيمتر سكوير يعني هي تقريبا 3 times bigger يعني أكبر بثلاثة تايمز. طبعا لاحظوا إذا في عندي أرقام وكمبير بدي أكتب less than more than bigger etc. بعدين رجعت قلت إنه هيدي العشر تلاف which is less than هي أقل من الفيلاي found on ridges اللي هي تقريبا 100,000 سنتيمتر سكوير هي تقريبا 10 times bigger يعني أكبر من 10 أضعاف الانر وول بس بوجود الريدجز بدون الفيلاي. فالسؤال اللي بعده بيقول what can you draw out يعني draw out a conclusion انت شو بتستنتجي. الاستنتاج بسيط هو انه فيلاي increases بزيد من السيرفس اريا من المساحة of absorption of the small intestine من مساحة الابسوربشن تبعيت السمول انتستين. آخر سؤال بقول indicate two other characteristics of the inner wall of small intestine. طبعا هيدا حفظ على أعطيني اثنين characteristics لل inner wall of the small intestine. طبعا highly vascularized يعني ملان blood vessels
وليمفاتيك فيسلز، تاني وحدة اللي هي ثن وول. إذا من هيدا السؤال رجعنا ثلاثة من أهم الكاركترستيكس للفلاي اللي هي هايلي فاسكولارايزد، ثن وول، وطبعا لارج سيرفيس اريا. إذا هيدا إذا منشيله فبصير هيدا أول فرع، هيدا الثاني، نو هيدا الثاني، اوكي هيدا ثالث فرع، هيدا الفرع الرابع، وهيدا الأخير. اوكي ذا ليتس.